ايضا دكتور رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة. يا دكتور رانيا اهلا بحضرتك. طبعا في الصور والمتابعة للعملية الانتخابية المرأة كان لها دور كبير كما هو المعتاد يعني، وفي مجلس النواب ايضا المرأة لها دور مهم. يمكن المستشار إبراهيم وجه رسالة لأعضاء مجلس النواب المنتخبين بأن يكونوا طبعا أهل للثقة وأن ينفذوا ما يطلبه المواطنون كما هو يعني الحال كحال النواب. لو تسمحي لي تقولي لي إزاي شفتي المرأة المصرية بداية من العملية الانتخابية وانتهاء بالوصول إلى مجلس النواب وإعلان النتائج؟ يا فندم طبعا احنا بنبارك لكل اللي فازوا بهذا يعني التكليف المشرف، وان شاء الله بنتمنى ان هم يؤدوا دورهم يعني على اكمل وجه، وزي ما اعتدنا من المراه المصريه يعني صاحبه العهد والوعد لصالح بلدها ولصالح وطنها انها تؤدي هذا الواجب يعني ان شاء الله بصوره مشرفه. شفت الحقيقه دور المراه المصريه يعني مش هنقول اختلف، ولكن زياده الوعي، زياده نسب المشاركه بالنسبه للمرشحات، زيادة النسبة بالنسبة للناخبات، الصفوف اللي يعني كانت على مرأة ومسمع من الجميع، يعني المرأة تتصدر المشهد دائما وأبدا في كافة الاستحقاقات خلال الست سنوات الماضية على وجه التحديد أو ما تلا 2011. كافة الاستحقاقات كانت المرأة تتصدر المشهد الانتخابي، كانت تتصدر المشهد يعني كافة نداءات الوطن، المرأة تلبي النداء بأقصى سرعة. الحقيقه مشهد مشرف، نزول المراه كان يعني من الصباح الباكر، المراه في جميع المحافظات، وعندنا في المجلس القومي للمراه 2000 متابع ميداني على الارض. الحقيقه كان يعني الرصد لوضع المراه ولنزول المراه كان شهاده مشرفه جدا، وده مش جديد على المراه المصريه الحقيقه. ويعني بالتاكيد ستكون المراه ايضا في مجلس النواب لها صوت مهم في قضايا المرأة وفيما يتعلق بالقوانين. طبعا هذه اتجاه للدولة المصرية الآن، ولكن أيضا بمزيد من النائبات في البرلمان الموضوع يكون أكثر فعالية. طبعا حضرتك هو يعني المجلس النواب له دور تشريعي ورقابي، وعلاوة على ذلك هي الإرادة السياسية الحقيقية لدعم المرأة المصرية، وده احنا شايفينه في كافة المجالات المختلفة، في تمكين المرأة ليس على المستوى القيادي فقط ولكن أيضا على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتمكين المرأة وحماية المرأة ثقافيا وتشريعيا. كل ده الحياة بيظبط في صالح المرأة وفي صالح مجال المرأة، ولولا دعم القيادة السياسية ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. احنا النهاردة أصبح عندنا أكثر من 25% مقاعد تحت قبة البرلمان تتولاها امرأة، وطبعا ده أكيد هيكون داعم حقيقي لملف المرأة بشكل عام ولقضايا المرأة، وبإذن الله إن شاء الله المرأة قادمة وبقوة خلال الفترات القادمة. طيب أخيرا دكتور رانيا، حضرتك قلتي أنه كان في للمجلس 2000 متابع تقريبا في العملية الانتخابية. صحيح. يعني أهم ما رصدتوه سريعا في يعني في ملاحظات سريعة. جالنا يا فندم بعض الاستفسارات، بعض الشكاوى لبعض يعني المقر الانتخابي او الجغرافيا، يعني الابتعاد الجغرافي ما بين المواطن وما بين او المواطنه يعني وما بين اللجنه الانتخابيه. ده على طول كان المجلس كان بيرصد هذه المشكلات او هذه الاستفسارات وكان بيرفعها فورا. نعم. من خلال غرفه العمليات. نعم. بالاضافه كان في بعض المخالفات البسيطه او بعض يعني محاولات التاثير، وده كان بيتم ايضا الرصد وكان بيتم رفع. نعم. المخالفات، ولكن كلها يعني نقدر نقول حاجات فرديه، يعني فندم ما نقدرش نقول انها كانت. نعم. مشكلات كبيره او كانت مشكله عامه، لكن كان بعض المخالفات الفرديه وكان ده يعني بيتم التواصل التعامل معه. طيب بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا لك.